متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم مع هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا الثاني عشر المخصصة للابكار فئة الانتاج والمنتجين. ما زلنا في اشواط الانتاج هنا ايضا، ورغم هناك ايضا اعزائي المشاهدين في عاصمة الميادين، اسير مباشرة الى المقدمة. هناك ايضا برزمان سعيد بن سالم بن نايع بن سالم الاغفلي من يقدم لنا برزمان على الصدارة الاولى. انتقل الى المركز الثاني للوصول والتقدم في هذه اللحظات والوصول. هناك ايضا من زعفرانة حمد بن صالح بن طرشوم العامري من يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما نقلتنا الى المركز الثالث وصول وتقدم مشاهدينا من القادمة متعبة عبد الله بن سعيد بن سالم عن عيمي، ولكن هذه نهب حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل، بينما هناك القادمة الواصلة اللي احتلت المركز الخامس. القادمة هناك ايضا وصول من فزعة حامد بن محمد بن سالمين العامري، وهنا ايضا هناك شعار الغفلي مع برزمان والمركز السادس. القادمة والمنطلقة هنا وبرة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من يقدم لنا انطلاقة وبرة، بينما المركز السابع، المركز السابع هناك الظبي محمد بن حمد بن حميد الدرعي واللي احتلت المركز الثامن. القادمة هناك جذابة حسين بن يروان بن عابد، والمركز التاسع في هذه اللحظات ترف سعيد بن حمد بن حميد الدرعي واللي احتلت المركز العاشر حاملة رقم عشرة. هنا صدفة جميلة من سلمى أحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. هكذا أيضا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، شعار إبراهيم، هكذا نتيجتنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. يهل الانتاج والمنتجين هنا أيضا في أيام أعيادنا المباركة هنا لمن ناموس هذا الشوط في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين، في عاصمة الميادين هنا في ختامي الوثبة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى صدارة هذا الشوط والمركز الأول في هذا الانطلاق. المركز الأول فزعة 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 حامد بن محمد بن سالمين العامري من يتقدم على المقدمة. راح العامري، راح العامري مع فزعة، بينما المركز الثاني هذا شعار بن طرشوم حمد بن صالح بن طرشوم العامري مع زعفرانة باحثة عن موقع الزعفران على المركز الثاني. قادم قادم بن طرشوم من زاخر، بينما المركز الثالث القدوم والوصول من مطرة هنا عبد الله بن نايع بشاوي الغفلي واللي احتلت المركز الرابع برزمان سعيد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلي، ولكن هنا وصلوا اهل الطلايب، وصلوا اهل الطلايب، حركوهن حركوهن الحجايج في ميدان الوثبة، في ميدان الوثبة باحثين عن الناموس، باحثين عن الانتصار في هذا الانطلاق في هذا المسار. الشوط في حيرة، ولكن وبرة وبرة وصلت وبرة، تقدم هناك ابو مبارك عوض بن مبارك من سعيد المهيري، وهناك ايضا قدوم وصول ودخول من هنا ايضا شعار حمود بن علي بن حمود الكلباني، ولكن البداية وين؟ الصدارة وين؟ الخمسمية متر الاخيرة يا اهل الحجايج، يا اهل الحجايج، الخمسمية متر الاخيرة، ولكن البداية مع فزعة. يا بن سالمين، يا بن سالمين يتقدم مع فزعة، وهذه فزعة فزعة. هناك أيضا تفزع بالمقدمة مع الصدارة مع بن سالمين حامد بن محمد بن سالمين العامري، والتهنية هناك أيضا إلى بن سالمين هنا، والشكر يعود إلى صالح بن محمد بن سالمين العامري. أهالي العين، أهالي العين، مدينة الخضرة والجمال، العين دار الزين، تحتفل بفزعة. المركز الثاني السرية محمد بن فاضل بن ناصر الدرعي، المركز الثالث، المركز الثالث مطرة عبد الله بن نايع الشاوي الغفلي، واللي احتلت المركز الرابع وصول وتقدم من وبرع عوض بن مبارك وسعيد المهيري، والمركز الخامس هذه زعفرانة حمد بن صالح بن طرشوم العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام،
تهانينا ايضا والناموس حامد بن محمد بن سالمين العامري، والتهنئه لبيت بن سالمين كافه على هذا الفوز الجميل. لحظات الوصول، لحظات التوقيت الزمني هناك ايضا بانطلاقه فزعه، وسلام ايضا لاهالي العين، سلام هنا على هذا الوصول والحضور من انطلاقة فزعة، توقيتها الزمني الحاضر لهذه الانطلاقة ولهذا المسار الجميل. توقيتنا أيضا الزمني مشاهدينا متابعين الكرام، هنا أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية انطلاقة فزعة وتحدياتها المثيرة. تهانينا والناموس هنا ايضا حامد بن محمد بن سالمين العامري، والتهنئه لصالح بن محمد بن سالمين العامري هنا ايضا على هذا الفوز الجميل والمستحق بالفعل. هنا ايضا دائما هناك ايضا اعزائي المشاهدين نوعيات جميله ومميزه تثبت وجودها في عاصمه الميادين وفي ميدان الوثبه. توقيتنا الزمني للمركز الثاني 5:59 تسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس هنا ايضا، بينما المركز الثالث 6:07 من الثانيه كان من نصيب المركز الثالث ايضا مطرع عبد الله بن نايف الشاوي الاغفلي، بينما التوقيت المركز الاول 5:59:03 من الثانيه. تهانينا والناموس.